قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. لم ترد آية في الربا إلا جاء قبلها أو بعدها ذكر الصدقة أو الزكاة، وفي هذا إشارة لطيفة بأن الربح الحقيقي في الصدقة والزكاة لا بالربا كما يتوهم المرابون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.